يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. رسميا يا جماعه الخير انتهى تصوير الجزء الثالث من فيلم ديدبول. خلاص هانت يا جماعه، راح الكثير وما عاد بقي الا القليل. كمان 6 شهور باذن الله، الا لو حصلت تاجيلات ثانيه ونشوف فيلم ديدبول الثالث. وانا متيقن وعندي ايمان كبير ان الفيلم هذا بيكون مره خرافي، بل اكاد اجزم انه قد يكون واحد من اروع افلام السلسله، اذا ما كان اروع افلام السلسله. انا عارف بتقولوا كمون يا وجيه بدري يعني على التشبيه والتطبيل، اوكي عرفنا انك تحب مارفل وتعبه والفرين والشله، بس مو ذي الدرجه تطبل للفيلم قبل ما ينزل. كلام سليم كلام سليم، بس يا جماعه شوفوا الاجزاء الاولى، شوف الجزء الاول والجزء الثاني، كل فيلم ينافس الثاني ويقدم مستوى خرافي، فما بالكم بجزء جديد يجمع ديدبول وولفرين؟ يا ساتر. وراح يعيد ترتيب الكثير من الامور الخاصة بعالم الافينجرز وعالم الاكس مان، وربما كمان نشهد في هذا الفيلم ظهور شخصيات جديدة او شخصيات قديمة ممكن ودعناها او ممكن ما كنا متوقعين ان نرجع نشوفها مرة ثانية. ومش بس كده، قريبا يعني يمكن على الشهر الجاي، ها في الايام الجاية يعني شهر شهرين الله اعلم، بنشوف اول اعلان للفيلم. يقلع ام الحماس يا ديدبول 3. لو فاكرين يا جماعه قبل فتره حكيت لكم ان الممثل جوناثان ميجرز واللي كان المؤدي السابق للشخصيه الشريره الجديده في عالم مارفل كانج تم ادانته، طلع بالفعل مذنب وياب حكموا عليه تقريبا يعني الى حد ما سمعنا انه ممكن ينسجن سنه بسبب انه ضرب صديقته. ولكن ما علينا من جوناثان ميجرز، الله يعينه وييسر له اموره. خلال الفتره الماضيه بدات تنطرح تساؤلات، مين راح يجيبوا مارفل ممثل بديل لهذا الانسان؟ مين راح يقدم دور كانج في عالم مارفل السينمائي، علما انه دور مره مهم؟ ويبدو انه مارفل حاطه عينها على مجموعه ممثلين، ولكن اغلب الكلام المنتشر مؤخرا يقول انه مارفل مرشحه ابن دينزل واشنطن، جون ديفيد واشنطن. شوفوا خلونا ما نتحمس، لسه ما في شيء رسمي للحين، ولكن هذا الكلام اللي جالس يحوم في الارجاء، جون ديفيد واشنطن قد يكون هو مؤدي شخصية كانج في عالم مارفل السينمائي. ممكن يتم ممكن ما يتم، ممكن نشوف اسماء ثانية مستقبلا، الله اعلم. بالنسبة لي جون ديفيد واشنطن اشوفه اختيار جيد وليس ممتاز، جيد الا لو يعني بيصدمني ويقدم الدور بشكل مرة جنوني، هذا شيء اخر. انت ايش رايك عزيزي الوجيه؟ هل تشوف انه ديفيد واشنطن راح يقدم الدور بشكل كويس، او هل الدور لايق عليه ولا لا؟ والله جوناثان ميجرز يا عيال، والله جوناثان ميجرز الله المستعان، والله يا كان مره ضابط الدور. وفيلم دون الجزء الثاني واللي يعتبر اهم افلام سنه 2024 والمنتظر بالنسبه لي، احب اقول لكم انه ما عاد باقي عليه الا شهر واحد فقط تقريبا من تاريخ هذا الفيديو، ونقدر بعد كذا نتابعه في صلاه السينما. ولكن عندي كم سالفه مهم نعرفها قبل ما نتابع هذا الفيلم وقبل ما نشوفه في صلاه السينما. اول حاجه يا جماعه، الفيلم متوقع له ايرادات قد تصل الى نصف مليار واكثر بالراحه. ليش قلت بالراحه؟ لانه الجزء الاول مره سوى شعبيه كبيره، والجزء الثاني بيفجرها برضو. غير كذا الممثل تيموثي شالاميت واللي مسوي شغل كبير في الفتره الماضيه يقول انه هذا الفيلم بالتحديد دون الجزء الثاني يعتبر اكثر فيلم فخور بتصوير وصناعته وبطولته. ياب كلام كبير، وتصريح زي كذا مش تسويقي ابدا يعني بالضروره، لانه معظمنا شاف الجزء الاول والفيلم والبطل والابطال كلهم للامانه حاجه خرافيه. غير كذا يا جماعة، سينما AMC فتحت الحجز المسبق في مجموعة دول، والغريب انه الفيلم باقي له فترة يعني مش مرة بعيدة ولا مرة قريبة، ولكن بمجرد ما فتح الحجز المسبق موقع AMC تقريبا انعطب من زحمة البشرية. ياب اللي بقوله لكم انه الفيلم مسوي ضجة وهو لسه ما نزل. وبشكل عام واضح انه الجزء الثاني بيكون حاجة خرافية بإذن الله مثل الجزء الأول. عن نفسي للأمانة تابعت الجزء الأول مرتين، مرة لحالي في السينما ومرة ثانية مع العيال، ناوي كمان اعيد متابعته مره ثالثه قبل الجزء الثاني بفتره جيده، لاني مستحيل اعتمد على المعلومات اللي شفتها قبل كم سنه، ترى مره زمان. وانصحكم كمان تسووا نفس الشيء اذا ما تابعتوا الجزء الاول، واذا تابعتوا الجزء الاول تابعوا الجزء الاول من جديد علشان تستعدوا لمتابعه الجزء الثاني. اربطوا الاحزمه يا جماعه، دون الجزء الثاني اقترب. فاكرين يا جماعة فيلم نزل سنة 2016 كان اسمه The Accountant أو المحاسب؟ ياب ياب كأنك افتكرته صح، فيلم لبين أفليك. أيوة فيلم أكشن مميز ورهيب جدا، وبطل القصة كان مرة حاجة مختلفة في عالم الأبطال، مش الأبطال الخارقين، أبطال القصص. وفي حالك ما تابعت The Accountant أو المحاسب الجزء الأول، الآن صور الشاشة وروح تابعه، ما راح تندم. أكشن وجريمة كذا بأسلوب مرة مشوق ورهيب. على كل حال يا جماعة، اللي بقوله لكم إنه بعد 8 سنوات من إصدار
إصدار الجزء الأول من فيلم The Accountant أو المحاسب، راح يبدأ رسميا تصوير الجزء الثاني في هذه السنة بإذن الله، بحيث غالبا راح نشوفه في سنة 2025 أو إذا شدوا حيلهم ممكن نشوفه في نهاية 2024، لكن الأغلب في 2025. وأتمنى بس إنهم ما يحوسون القصة، لأنه الجزء الأول كان خرافي حرفيا وممكن تعطيه 10 من 10 بالراحة. فأتمنى الجزء الثاني يكون بنفس مستوى الأول، وما هو غلط إنه يكون أفضل كمان. وبعد شهر تقريبا يا جماعة راح نشاهد واحد من أكثر الأفلام المنتظرة، ألا وهو فيلم رود هاوس، أكشن قتالي رياضي أشياء كثيرة مخلوطة في بعض، وبنشوف حاجة بإذن الله خرافية. لكن هذا الفيلم يعتبر مزيج من أفلام الرياضات القتالية والأكشن، وصدقوني لو أقول لكم أن التريلر بحد ذاته راح يخليكم تتحمسون للفيلم بشكل مرة رهيب. غير كذا والصدمة الكبرى يعني أن الفيلم راح يشارك فيه كونر مكروغر، ياب اللي خبيب لطم وخلاه يعض الأرض، يشارك في هذا الفيلم، ويبدو أنه بيكون أحد خصوم بطل القصة. أوه صح، أنا ما قلت لكم من بطل قصة هذا الفيلم، جيك يلنهال. يا عيني، أكشن رياضي مع شوية هياط، ما راح يقصر جيك يلنهال. أنا راح أحط لكم بعض اللقطات من التريلر لأنه ممكن نلقم كوبي رايت، فأنصحكم بعدين تروحوا شوفوا التريلر بنفسكم. التريلر بالنسبة لي حمسني مرة أني أتابع الفيلم أول ما ينزل، وأتمنى لما ينزل يلبي تطلعاتي بس وما يطلع خربوطة. عموما يا جماعة الفيلم راح يعرض على أمازون برايم يوم 21 مارس من هذه السنة، يعني مرة قريب. غمض وافتح بتلاقي الأيام ركضت، صور البوستر وحطه عندك في الليستة. طيب يا جماعة خلونا ناخذ لفة على ترشيحات الأوسكار، ولكن بالتحديد لفيلمي المفضل لسنة 2023، فيلم أوبنهايمر، لأنه الترشيحات لهذا الفيلم بردت قلبي هذه السنة، مع أني فقدت اهتمامي بالأوسكار صراحة، بس أنبسط لأوبنهايمر، أنبسط لكريستوفر نولان. أول حاجة يا جماعة، فيلم أوبنهايمر ترشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم Best Picture، وكمان ترشح كيليان مورفي لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل رئيسي، وترشح كمان روبرت داوني جونيور لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد، وترشحت إيميلي بلانت لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة رئيسية 4، وترشح لودفيك جرانسون لجائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية. هذه لو ما فازت بالأوسكار الترشيح ذا بالتحديد، ورب الأوسكار ما عند أمهم سالفة. وترشحت لويسا أيبل لجائزة الأوسكار كمان لأفضل ميكب، وترشحت جينيفر ليم لجائزة الأوسكار لأفضل تحرير ومعالجة، وترشحت إيلين ميروجنيك لجائزة الأوسكار لأفضل تصميم أزياء، وكمان ترشح ويت فان لجائزة الأوسكار لأفضل سينماتوغرافي. إيش سويت يا أوبنهايمر؟ خلصنا؟ لا لسه. ترشح الفيلم كمان لأفضل نص أصلي مقتبس، وكمان ترشح الفيلم لجائزة أفضل أصوات، وأخيرا ترشح المخرج كريستوفر نولان لجائزة الأوسكار لأفضل مخرج عن فيلم أوبنهايمر. وبكذا يا جماعة يكون فيلم أوبنهايمر للمخرج العبقري كريستوفر نولان ترشح لـ12 جائزة دفعة واحدة هذه السنة، ويا عيني عليك يا ابو نولان، وتسلم يمينك يا مخرج يا كبير. الترشيحات أنصف الفيلم، باقي بس الفوز ينصفه وتصير أحلى سنة أوسكار، بعد أول سنة ترشح فيها ليوناردو دي كابريو أخذ فيها الأوسكار طبعا. موعدنا إن شاء الله يا جماعة يوم 11 مارس، يعني كمان شهر وشوية ونشوف الحفل، خلوكم على الموعد بإذن الله. نولان راح يكوش على معظم الجوائز إذا لم يكن كلها. والتريلر الأول لفيلم ديسبيكابل مي الجزء الرابع وصل يا جماعة، ويبدو أنه راح يعمل ضجة وهيلمة كبيرة كعادة كل جزء من هذه السلسلة، وبحكم أنه الفيلم راح يتطرق لتفاصيل جديدة في حياة جرو، فراح نشهد مغامرة مختلفة وتطور واضح لبطل القصة. جرو زمان يا جماعة كان مخربها، ولما دخلوا البنات الثلاث الصغار في حياته غيروه، فما بالكم في هذا الجزء يصير عنده طفل صغير من دمه ولحمه، فغالبا راح نشهد تطورات جديدة في شخصية جرو في هذا الجزء الرابع. فيلم قادم بمشيئة الله تعالى في شهر جولاي، يعني كمان 5-6 شهور حاجة زي كده. وفيلم أكوامان يا جماعة توفر بجودات عالية على الانترنت، يعني ما يحتاج تروح تتابعه في السينما، تقدر الآن تتابعه من صالة بيتكم. ولكن المهم اننا نعرف يا جماعة انه فيلم أكوامان الجزء الثاني قدر يجمع اكثر من 400 مليون دولار امريكي في شباك التذاكر العالمي، بالرغم من كل التقييمات السلبية اللي حصل عليها، والله جود جوب. وكمان فيلم فيراري للمخرج الكبير مايكل مان توفر
بجودات عالية. تقدرون كمان تتابعونه من أي مكان يعجبكم، واللي يحكي قصة حقيقية لواحدة من القصص الكثيرة لإمبراطورية فيراري وسباق الألف ميل اللي حصل سنة 1957 في إيطاليا. ومش بس كده، كمان فيلم ويلي وانكا الجديد توفر بجودات عالية للبطل تيموثي شالاميت، وأنصحكم تتابعوه مع أهلكم لو تبحثوا عن تجربة عائلية خفيفة كوميدية كده توسع صدوركم فيها. وطبعا ومثل ما توقعت زمان، فيلم وانكا قدر يجمع أكثر من 500,000 دولار. 500,000 دولار في عينك 500 مليون دولار، وما زال متوفر في السينما. يعني لو تبغى تروح تتابعه في السينما وتتابعه من البيت، جميع الخيارات متاحة. وكمان برضو فيلم ذا مارفلز توفر بجودات عالية، واللي مثل ما كان متوقعينه الكثير، يعني الفيلم ما كان مرة عظيم ولا جيد، فيلم أقل من عادي صراحة، ولكن في أكشن مميز وقتالات مميزة صدقا، وتقدر تستمتع فيه. يعني إذا حاب تتابع الفيلم ترى تقدر تستمتع فيه إذا ما كنت من الناس اللي يدورون الزلة يعني. والأنمي المشتق من المانهوا الكورية الشهيرة أو الأشهر ممكن، سولو ليفلينج، نزل له أنمي قبل فترة، وإلى تاريخ هذا الفيديو تقريبا 4 حلقات اللي نزلت. وبحكم أني تابعت المانهوا زمان من الفصل الأول إلى آخر فصل، فماني مستعجل على الأنمي وجالس أجمع له حلقات. إذا نزلت جميع حلقات الموسم الأول بتابعه إن شاء الله. ولكن يا جماعة اللي يهمنا من هذا الخبر أنه الحلقة الرابعة يا جماعة الخير حصلت على تقييم خرافي جدا في عرف تقييمات حلقات الأنمي. 9 من 10 هو تقييم الحلقة الرابعة لأنمي سولو ليفلينج. ياب 9 من 10، ما في لعب. فضلا عن أنه الأنمي بشكل عام وبعد 4 حلقات من تاريخ إصداره قدر يحصل على تقييم 8.5 من 10، واللي يعتبر تقييم برضو مرة ممتاز. لو تحب تجمع حلقات الأنمي الأمر راجع لك، ولو تحب تتابع بشكل أسبوعي بيكون حاجة مرة خرافية وتجربة جميلة انك تتحمس مع الناس وتتابعه أول بأول. الموسم الأول راح يحتوي على 12 حلقة بإذن الله، وحاليا مثل ما قلت لكم نازل منه فقط 4 حلقات. إذا ما تعرف شيء عن الأنمي، ما تابعت المانهوا، أنصحك وبشدة انك تعطيه فرصة وتتابعه. إنتاج خرافي وقصة مميزة وبطل مرة رهيب، مشاهدة ممتعة. شكلك ناسي من يوم انك كذا قلت ايش 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 السالفة يا ولد، ها ما قلت شيء. طب هي ركز معايا. فيلم كيميتسو نو يايبا الجديد ما عاد بقيله شيء، 5 ايام، تخيل 5 ايام بس، 5 ايام وراح يتوفر فيلم ديمون سلاير او كيميتسو او قاتل الشياطين في صالات السينما بمشيئة الله. والاهم من هذا كله انه الفيلم راح يعطينا تشويق للجزء الجديد او الموسم الجديد مع ريفريش لاخر أحداث الموسم الماضي. وإذا الكلام اللي سمعته أنا صحيح، فيشاع إن الموسم القادم لقاتل الشياطين بيكون شيء مرة خرافي. وكل اللي نقدر نقوله، أربط حزامك عزيزي الوجيه، كيميتسو نو يايبا اقترب. بس والله يا جماعة إلى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، هيا هبلوا لايك. شوف أنا ما قلت لك في بداية الفيديو، منتظرك لين توصل للنهاية. فإذا وصلت لنهاية الفيديو هيا هبلنا لايك، اشترك في القناة لو ما كنت مشترك، وفعل جرس التنبيهات، وتعال تابعني على مواقع التواصل الاجتماعي ديسكورد تويتش، كل حساباتي موجودة في صندوق الوصف. وخلينا نوصل 100,000 في تويتش، الله يرحم أبوك، وتعال سوي فولو هناك. عندنا متابعة أنميات بشكل يومي، وحاليا جالسين نتابع الأنمي كونان، وكمان جالسين نتابع مانجا ون بيس بشكل أسبوعي. فتعال هناك وظبط المظبيطة، كل شيء راح تلاقيه في صندوق الوصف. يعطيكم العافية يا جماعة، كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.